القفل ده. انا لا اهتم يا الام دي، افتح بقى. طب اديني اماره ان انت ابراهيم لا اهتم. يعني اظهرت لك ولا اطبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم لا اهتم؟ يا سلام، ايه ده؟ ايه اللي بيهزر من ورا الباب الخشب ده؟ باماره العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه. بأمارة الشنطة يا حبيبي الأهتم، حبيبي الأهتم. نعم، ارغي عم الأمور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليلة؟ اه اجي معاك اخطب لك الليلة. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحة. لما اكون في مصلحة تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك فا. لان انت كده بقى بتعمل عليا فردة وبتبلطج عليا. يا لمبي. ال 15 جنيه. ال 15 جنيه. والله العظيم هطلع لك من اخرك. طلبت خرام ومرخينا. لا لا خدها على ما عفنا. خلاص اخد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على هناك. ده كله كان امبارح جبنا حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم لان حاجه هنجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجيه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. هتؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجع؟ وجع وجع. وحيت ابوك الحلو كده. والله يا انت هتشكر في ذوقي في ذوقي؟ عيب. وخدها يا احمد 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي من هنا نقطك في ليلتك يا احمد. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص مصدقش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي. ما خلصت الغباوه. مش مخلص الغباوه بتاعت ابوك. مش اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في الثلاث موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد الثلاثه ياد فين ياد الثلاثه؟ مين واحده في الثلاثه عندي؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق أنا شفت البني آدمين بالظبط؟ إيه لازم أنت واخد سنك السودا دي؟ بحبها يا لمبي بحبها أوي. طب خلاص طب خلاص، يا ريت إنك بتتزفت بتوع البعض، بس لازم تضمن حقك. أيوه طبعا اللي هتقول لي إز، لا مفيش إز، لازم تضمن حقك. وده واجبي أنا عليا كصاحب ها؟ قبل ما يقع في الخطيئة، لازم أقول له دي مادة بواقع قنديالات. كميالات؟ وانا اشتريت الثلاجه يا لمبي. يا ده افهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقالها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير اربط ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعتهم حضرتك. عليك. نعم
على ايه؟ على ان شاء الله يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثة قديمة. هتقدم عن سحبهم تحت ديجور ده. معلش يا لمبي استحمله عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه؟ معلش يا لمبي بعد ما انت بدلت قوي يا لمبي تقص. واخد بالك يا عم المرحوم؟ احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده. ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا تنفلتك الصعب معلش يا لمبي. لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري يا جوزي دي مش هتسلم يا عم. ما ينفعش ده. انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخليهم في مفرد الجزمة ولا حاجة. انت جايبنا في قلب وقت. انت جايبنا في قلب وقت. لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة؟ لمبي والله العظيم كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط. هاتوه إنما سجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك كلام. والله هاتوه والله بتاعت الضابط مش سامعتش حاجة. والجواز يا لمبي أما الجواز ما كانت لازم تنتهي معايا الصوتة دي. الله يخليك ما تسويش يا لمبي وأنا استفدت صبرك. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر كويس؟ وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وتضر وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت بقى. وضح لو سمحت. وضح اسنجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي سعادتك. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات. ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة وقشف كوخة عايزين اطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد. وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنان أنا أنت. ثابت يا مسجون اتفضل تفكر ايه؟ الكلاب بتجيب من رجلين سعادتك. مش لابس طاقية ليه؟ بسرعة! طلع لسان! ها؟ لسان الطاقية يا مسجون! لسان الطاقية! لسان الطاقية اهو! اهو! البس طاقية! البس طاقية حالي! كله يتحرك! ثابت
شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك، يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسل مساجين صغيرين. أحب أقول لكم إن السجن هنا التزام. احترس، احترس مني، هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده، هاتوني على مكتبي. ايه يعني انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكرة الجل. يا عطري! الحقونا يا باب! الحقونا! امشي جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط، هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب، بسرعه. الله يعمل زنزانه، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزعوا الزلازل. تمام يا فندي، يلا بسرعة. وانت يا ابني التوهو، طبعا محدش قدكم، اخر ليلة تبقى في السجن. يتوزعوا على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. ما روحين ايه؟ هات لي افراج يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا مريء. يا راجل اجمد يا دكتور، اجمد. دراعي يا فندم، دراعي، دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا، الدواء المرة دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ونطر الثاني لزقت في مناخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طوارة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. لا جال. نعم اجازة. نعم اجازة. اجازة؟ ايوه. يعني ايه اجازة؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين، سنتين هنا ما نزلتش، بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. اسف يا فندم. يعني ايه اجازة؟ اسف يا فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين.
وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بقى سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان يا ادهم خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفه ابتدت تتحرك بطريقه غريبه وطبيعيه. ايه المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه، مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام، بسيطه جدا الموبايل، ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على اللي يتصل بالاولاد كويس، ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيات قربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت الليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمش الموضوع ده عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تدخلش مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تخرجنيش يا هاني. خلاص كده. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا، وادي الالف كمان يا هاني. في كيلو دور. انت غريب غريب يا هاني انت. يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لجمله. لا يا باشا اوامر سيادتك. ماشي. طب غريب هاني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. فندم دي اموال حكومه. ويلا فضل روح، انا مش مسافر. فضل هتوصلني هركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني ايه شكيناس بنتي انا اللي تحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي، حامل التاريخ، حامل اللي ورا، تنحرف بنتي اللي تعبت في تربيتها واللي ما زلت